بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا هتكلم معاكم النهاردة عن سوسة النخيل. سوسة النخيل هنتكلم أول بقى حاجة على الحشرات. الحشرة الكبيرة اللي هي بتبقى حمرة اللون. الحشرة اللي هي حمرة اللون دي بتبقى لها القدرة على الطيران من 800 متر ل 1200 متر، من 800 متر ل 1200 متر، يعني عشان تصيب أكبر قدر من الحشرات. زي ما انتوا شايفين الإصابة في النخلة اللي قدامكم دي كده، دي نخلة كبيرة على فكرة. ما شوف الإصابة، شوف الإصابة عاملة ازاي يعني. ودي أكتر حاجة، أكتر سوسة، وأكتر أكتر حاجة بتصيب أي بتصيب النبات، وبالذات هي بتصيب عشان نبات النخيل بتصيب إصابة يعني بتهلكه، بتهلك النبات. بالغرض إنها بتاكل قلب النخلة كله وتسيب أسطوانة فارغة، بيبقى قلب النخلة باين من بره بس بيبقى أسطوانة فارغة من الداخل. تمام. بالنسبة هي بتتكون من أطوار بقى، طور البيضة، طور اليرقة، طور العذراء، طور الحشرة الكاملة. الحشرة، أنا بما إنك اتكلمت في الحشرة في الأول، الحشرة بتعيش من 2 لـ3 شهور. ماشي. ال بتبيض من 200 لـ300 بيضة، بتبيض من 200 لـ300 بيضة، البيض بيفقس من 3 لـ5 أيام، يعني حوالي من 3 لـ5 أيام بيفقس البيض. بيفقس بقى إيه؟ بيفقس اليرقات. اليرقات دي بيسموها الناس يعني بيقولوا عليها الدود. اليرقات دي بعد كده العمر بتاعها من 2 لـ3 شهور، بعد كده بتبقى عذارة، بتتشرنق بقى زي الشرنقة اللي في الإيد اللي في الصورة دي كده، زي الشرنقة اللي في الصورة اللي في إيدي داين. أي الشرنقة دي بقى بتتشرنق فيها، وبعد كده تبقى حشرة، يعني بتقضي فترة من 2 لـ3 شهور. ماشي. أخطر طور فيها طور اللي هو اليرقة ده، بيبقى عبارة عن شيء شبه الدود كده، لونه أبيض، له رأس حمراء، فيها ممصات. الممصات دي وهي بتمتص النخلة بشراهة. أولا أنا ما اتكلمتش بقى أولا هي بتصيب النخلة ازاي. احنا عارفين النخلة مثلا بيطلع خيل، فانت قلعت خلفة مثلا من جنب الأم، وما طهرتش المكان الخلف، طبيعي سوسة النخلة هتصيبها. حصل جرح في النخلة وانت ما طهرتوش، هيصيبها، هتصيب في سوسة النخيل. مكان التقليم، جورت في التقليم ولا حاجة ولا بتاعه، حصل جرح وسوسة النخلة تيجي زي الإصابة اللي قدامكم دي كده. أي مكان، هي مكان حاجة من التقليمة. ماشي. بعد كده أنا قلت بقى إيه، بعد ما هي بتصيب النخلة تلاقي جرح وتلاقي حاجة مناسبة، تقوم حاطة بيضة. وبعد البيض بس هي بتعمل وهي بتعمل قبل عشان تحط البيض، بتعمل أنفاق في قلب النخلة، بتنهش في النخلة تعمل أنفاق وتحط فيها البيض. البيض بيفقس بقى، بيجي يطلع بقى اليرقات بقى بتتغذى بشراهة، بتغذى بشرار لدرجة إنها تجوف قلب النخلة وتخلي اسطوانة فارغة، متخليش قلب نخلة أصلا، تاكل القلب كله وتخليه عبارة عن اسطوانة فارغة. بتقعد قد إيه بقى اللي أنا قلت بتقعد قد إيه؟ بتقعد من 2 لـ3 شهور دي رقة دي، يعني كافية إنها تخلص نخلة، النخلة الكبيرة اللي أنتوا شايفينها قدامكم دي. وأنا في نخلة، النخلة اللي قدامكم في الصورة دي نخلة واقعة أهي. اهي دي نخلة واقعة اهي، كانوا مجوفين قلبها خالص. فتتبع طرق الوقاية، يعني طرق الوقاية انك قلعت خلفة مثلا من جنب امها، او شلت خلفة، استأصلت خلفة يعني عشان تاخدها تزرعها في مكان تاني، طهر مكانها، طهر مكانها. حتى في يعني في مطهرات حيوية كتير، تحط كبريت، حط كبريت على مكان الجرح، حط كبريت، كبرك مطهر كويس قوي، هو في المتناول، او اي مبيد انت عايزه بقى يطهر يعني. بس انا بقول الكبريت، فزي ما انتم شايفين الشرنقه كانت مليانه شرنقه، بس هي وقعت بقى للاسف، ما قدروش يعني يكملوا. هم خرج بقى، خرجت حشرات منها بقى وخلاص على كده. بالنسبه للنخله اللي كانت واقعه اللي فيها الشرنقه دي، شوف انا ايدي، ايدي جوه فين في النخله. العلاج تعالج ازاي بقى؟ في انت لازم تعالج من جوه النخله، او في دلوقتي رش من بره النخله عادي، ترشه على النخله كده خلاص الاصابه اللي فيها هتموت. او في بقى رش زي مثلا في انواع من الرش، لان الانواع اللي هو اللي بترش على النخله دي من بره في انواع رش غاليه جدا. وفي نوع لسه نازل جديد، بس لسه ما ايه، نوع يعني منتج واحد مصري ولسه ما نزلش، يعني لسه نازل جديد فلسه ما انتشرش في السوق. فالانواع اللي موجوده غاليه اللي بتترش على النخله من بره دي. اما بالنسبه للانواع اللي هي
الانواع بقى اللي بتتحب تتحقن في النخله جوه، في اجهزه دلوقتي بتتحقن في النخله، او ممكن تفحت في قلب النخله بحديد او بحاجه وتحطه من جوه النخله، بس في اجهزه دلوقتي بانك تملى الجهاز وتقوم حاقن في قلب النخله من جوه في رش اسمه كلوروزان، مبيد اسمه كلوروزان. كلوروزان هو ده المبيد اللي ايه اللي موجود اللي متوفر في السوق دلوقتي. تمام، بالنسبه بقى تشوف النخله قد ايه اللي فيها الاصابه دي، اهي دي كافيه يعني، الاصابه دي لو ما اتعالجتش كافيه انها توقع النخله دي. ولسه هيجي نخلة قدام، هيجي نخلة قدام متدمرة خالص. أنا قلت العلاجة يعني الناس تحترس يعني إيه؟ أهو نوريكم في النخلة دي، بس هقدم شوية. أهو شوف أهو شوف دي بقى. أهو أنت بقى أنت يعني أول ما هي بتحط بيضها وبتحط بتعمل أنفها والكلام ده، أنت ما تعرفش الإصابة، أنت ما تعرفش الإصابة إلا لما اليرقات لما البيض يفقس ويطلع يرقات، بيبدأ بقى يطلع السائل الأسمر ده اللي على جسم النحلة اللي أنت كنت شايفه من شوية ده، أو لسه بتشوفه في الصورة أهو، أهو السائل الأسمر ده أهو هيجي على النخلة أهو، أهو السائل الأسمر ده أنت بتبتدي تعرف بقى إن فيه إصابة. ده يوم متأخر بقى بيبدأ البرغيثات خلاص فاسد، فأنت لازم تعالج على طول. ليه؟ منين ما تلاقي حاجة زيها هتعالج عشان ما يغلبكش وياكل قلب النخلة. فال ما كملتش بقى، انا برضه انا قلت العلاج ما كملتش على اليرقه. اليرقه بتقعد من 2 ل 3 شهور، وبعد كده بتنتقل لتور العذراء، بتعمل بقى بتعمل شرنقه زي اللي شفتها في ايديا دي. وبعد ما بتعمل الشرنقه وتشوفين، انا جايب لكم نخله جيده، وشوف النخله الجيده عن النخله اللي كنت جايبها مصابه. شوف النخله دي بسم الله ما شاء الله، شفت الطلع بتاعها عامل ازاي. شوف النخله، شوف النخله المظبوطه. فبعد كده اليرقه بتنتقل من طور العذراء بقى، بتنتقل تعمل حشرات بقى، تعمل لك حشر. وشوف بقى بقول لك كانت بتبيض من 200 ل 300 بيضه، طلعت من 200 ل 300 يرقه. ال 200 ل 300 يرقه هيتشرنقوا ويعملوا حشرات تاني ويرجعوا يعيدوا لك الكره من جديد، يعني لو في مزرعه كافيين ان يبيدوها. فلازم ترقي، لازم تراعي. اهو شوف النخله دي، يعني بسم الله ما شاء الله على النخله دي. وزيت ودي نخلة صغيرة كمان، يعني جبت نخلة صغيرة عشان اعرف اصورها، عشان اعرف اصورها كده بالحجم الكامل، اوريكم كل حاجة فيها. فالوقاية بقى، يعني الوقاية منها بقى تقلم، هات واحد خبير في التقليم يقلم باحتراف، مش يجرح لك النخلة حاجة تسكنها. واحد هيقلع خلف راجل يكون معلم خبير، يقلع الخلفة من جنب امها، يطهر، يقول لك اطهرها كده يعني. تلاقي الجرح في النخلة، جرحت مثلا منك حاجة خبطت فيها، مثلا خبطة عامل، خبطة عربية، خبطة حاجة، خبطة أداة من الأدوات الحادة، عالج على طول، ما تستناش لما يجيلها إصابة مثلا. ليه تستنى لما يجيلها إصابة؟ أنت النخلة دي أساس كل عقل. أدي بقى النخلة المصابة أهي، هي النخلة دي لسه واقفة، هي لسه ما وقعتش. شوف قلب النخلة متاكل ده اتلحقت كام بس، ماتت يعني، اتلحقت شوية بس كانت اتدمرت بقى، كان دمرها. تشوف الحشرات، تشوف الحشره دلوقتي بقى شكلها ايه، اهي اهي في ايدي، بس مش كامله دي الراس بتاعتها، بس انا هوريكم الجسم بتاعها لجوه شويه، بس دي كان رش موتها للاسف. هوريكم الجسم دلوقتي واوريكم كل حاجه. بس بصوا عاملين في النخله، شوفوا دي شرناها اهي كامله، اهي دي شرناها اهي، ما كانتش لحقت العذره ان تطلع منها، دي تبقى حشره كامله. دي جسم، دي بقى الجسم بقى، انا هبتدي اجمعه لكم اهو على بعض عشان تشوفوا الحشره، هتتجمع كلها دلوقتي وهتشوفوها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. شوف يعني، شوف حشرة، حشرة ضعيفة قد ايه، شوف شوف عاملة ازاي، بتوقع نخلة قد ايه، هي الراس والجسم اهم، هيتجمعوا وهتشوفوهم دلوقتي. ده حتى يعني انت ما تشوفها، يعني انت شفتها على الطبع شكلها غبي. اه شوف اهي جمعتها، بص ولها خرطوم كده، لها مص، لها مص في مقدمه راسها كده، يعني شكلها مش لطيف، ولونها احمر كده، احمر حمرة يعني، مش مي يعني حشره، شكلها يعني شكلها يا خلق الله بقى، خلق الله يعني لا تبديل لخلق الله يعني، ما اعترضش على قدر ربنا، لله الامر ولله المستعان يعني. وبعدين النخل، يعني النخل من اهم الحاجات، من اهم الشغل لازم تهتم بيه. النخل دي طيبه قوي جدا،
يعني النخلة انت ممكن كنت بتصرف عليها، بتصرف عليها تأليم وتطريح وتربيط وبتكلفك، بس هي بتديك. يعني النخلة بتجيب انتاجية كويسة، بتجازي كل حاجة انت عملتها وبتديك فوق اللي انت عملته مرتين تلاتة. يعني النخلة بالذات يعني المفروض يتكرم. اولا ما بيحتاجش خدمة زي اي نبات، يعني بتتشغلش بخدمته، بتتشغلش بتجهيز لأرض، بتتشغلش بحاجة، ولا يعني محتاجش حاجة خالص من التعب بتاعنا بتاعت، يعني انك تحط له عناصر معينة ولا الكلام ده. يعني اللي اتدمرت دي خلفة جنب امها، وشوف امها قد ايه، يعني الخلفة دي ما كانتش تقطع لو الاصابة فقت لنفسها تاني وقامت، دي ممكن توقع امها دي يا رخ. فهنشوف النخلة تبقى قد ايه، وتيجي سوسة معفنة زي دي، تيجي حشرة، حشرة ملهاش لازمة. شوف توقع نخلة قد ايه، شوف عامل ايه في اللي دمرت الخلفة. لو دمرت الخلفة. شوف عامل ايه في القلب، هرته مفيش قلب، قلب ايه بقى. فالنخل يعني النخل من ضمن الحاجات ده، حتى يعني بيقولوا النخلة، يعني النخلة يعني عقاويل بتقول انها اتخلقت من بقية الطين اللي اتخلق منه ادم كمان، وهي شبه خلق الانسان بالظبط. يعني النخلة لو راسها اتقطعت خلاص ما بتطلعش تاني، يعني مش زي النبات انت لو قطعت شوشته بيقعد يفرع من الجناب، لا النخلة لو قطعت الشوشة بتاعتها خلاص ما بتطلعش تاني. يعني المفروض نكرم النخلة دي، المفروض نهتم بالنخلة شوية زيادة عن كده. النخلة عايز يهتم زيادة عن كده، زيادة عن اللي يعني احنا بنعمل، يعني احنا ما بنهتمش بيه اصلا. اللي بيزرع النخلة دوبك بياخد ميته بس، بيبقى زرع حوالين مثلا، حوالين شجر، حوالين بتاع، حوالين شجر فاكهة كده كلام من ده، وبده ما ياخدش الا ميته النخل. ما شوف سبحان ربك رب العزة عما يصفون. حول لله الأمر من قبل ومن بعد. حشرة خطيرة، حتى في حشرة بتيجي النخل السيكس اللي هو نخل الزينة، النخل دي يعني لما يكون في مشاتل، يعني صاحب المشاتل